هعمل لكم يخني الجمبري بالطماطم والفلفل الحار. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه. اول حاجه انا عندي طماطم شاري، عندي زيت زيتون، ثوم مفروم، فلفل اخضر حار، كزبره ناشفه مجروشه، كمون حبوب مجروش، حبهان فص، شبت، صلصه طماطم، طماطم مفرومه، جمبري جامبو متقشر، ملح، فلفل اسود. لخليط الكزبره اللي هحطه على الوش كزبره خضراء مفرومه، فلفل اخضر حراق، صنوبر، عصير ليمون، بشر ليمون، وليمون ويدجز. كمان هعمل لكم سلطه خضراء بعد كده، بس تعالوا اوريكم قادرها بعد ما نخلص الجمبري. نبتدي الجمبري مع بعض الاول. حط طاسه على النار وهبتدي احمر البهارات والخضار بتاعي، البصل والثوم والفلفل، قبل ما اعمل صوص الطماطم او اليخني اللي هنعمل بيه الجمبري. فاول حاجه هحطها شويه زيت زيتون، وهنزل فيه على طول البصل المفروم، كمون الحب، كزبرة الحب، الحبهان، كل ده طبعا هياخد تحميصة حلوة مع بعض، ورق اللورة. هخلي الجنزبيل والثوم كمان شوية علشان بيتحرقوا بسرعة، هديهم تحميرة مع بعض. طبعا ريحتهم مع بعض هتبقى خطيره وهتعمل فليفر او طعم حلو قوي في اليخني الطماطم بتاع الجمبري. هنحط له دلوقتي شويه ملح وفلفل، وهزود شويه البصل والزيت لان انا حطيت كميه بصل كبيره، ولسه هحط كمان الثوم والجنزبيل. طبعا الرز خلاص قرب يستوي، خليني اخلص صوص الطماطم واوريهولكم. الكمون كمان بيدي ريحه مزازه، ان الريحه نفسها بيبقى فيها مزازه اكنك حطيت ليمون، والليمون لو حطيناه دلوقتي طبعا هيدي مراره، فالكمون بيدي طعم او نفس المذاق وبيدي ريحه حلوه قوي كمان في الرز في الطبق. لما بنحط البهارات بتاعتنا فريش طعمها بيبقى احلى كتير من الجاهزه البودره. هحط دلوقتي الثوم والجنزبيل والفلفل الحراق، هدي كل ده تقليبه. اول ما يبتدوا يخشوا في السوا هبتدي ازود بقى صوص الطماطم وعصير الطماطم والصلصه، كل الحاجات بتاعه اليخني اللي هتدي طعم حلو قوي للجمبري. هزود دلوقتي معلقه الصلصه، معلقتين صلصه كبار كده على حسب طبعا كميه الجمبري، طماطم متقطعه صغير، والطماطم الشيري. هدي كل ده تقليبة على النار، ولما يبتدوا يخشوا في استوى هزود عليهم الجمبري. تعالوا على ما يتسبكوا شوية هوريكم مقادير السلطة ونعملها مع بعض. هنزل دلوقتي عليه الجمبري، الجمبري مش هياخد وقت خالص، من 5 لـ10 دقايق بالكتير هيكون استوى تماما. وهنزود عليه في الاخر الشبت اللي احنا مقطعينه صغير. طيب على ما الجمبري بتاعنا يستوي تعالوا نعمل صوص الكزبره او باستو الكزبره اللي هنحطه فوق الجمبري، بس انا عايزه ازوده كمان شويه ميه صغيرين. اسيبها الجمبري يستوي على النار، تعالوا نعمل صوص الكزبره او باستو الكزبره.
هجيب حاجه بس نخلطه فيها. نحط الكزبره الخضراء في الحراق، الصنوبر، بشر ليمون، عصير ليمون، وهزود زيت الزيتون على حسب ما احب القوام بتاع الصوص بتاعي. تعالوا نزوده حبه حبه مع بعض. كده باستو الكزبرة بتاعنا جاهز، ريحة الليمون مع زيت الزيتون والكزبرة هيبقوا حلوين قوي قوي فوق الجمبري. الجمبري بتاعي خلاص قرب يستوي خالص، عايزة بقى دلوقتي ازود له الشبت عشان ياخد من طعم الصوص على طول، الشبت والجمبري ياخد من طعم الشبت. دي تقليبة، انا الجمبري بتاعي خلاص كده استوى. تعالوا بقى نغرفه مع بعض ونحط على وشه الصوص الباستو الكزبره اللي عملناه. هذا الجمبري في طبق التقديم، مش قادره اقول لكم طبعا ريحه الصوص بتاعته عامله ازاي، الشبت والخضره والطماطم. وهحط على وشه من صوص الكزبره، اللي بالصنوبر.